عليكم احبائي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم روسيكلار هاند ميد جبت لكم وصفه خفيفه وظريفه كما يقول الشيف فارس. صح خفيفه وظريفه باسكو تحضروها في 10 دقائق، اللي هي لي زانو تاع لي زانو دو ليغوم فارسي افيك دي زوف كوكوت افيك دي زو. دونك البيض على بالكم بلي صحي ويحبوه دري بزاف. اذا انتبهوا معايا الطريقه والمقادير. اذا واش نسحقوا لي زانغريديان اللي نسحقوهم باش نحقوا الوصفه تاعنا، يعني باش نديروا لي سيرسو تاعنا تاع لي زو تاع البيض. نسحقوا بيان سور لي سيرسو تاعنا. انا اليوم خيرت لكم، على بالكم نقدروا نديروها بعده خضار. انا اليوم خيرت لكم الفلفل الاحمر، على بالكم باللي الفلفل الاحمر يعني صحي جدا، يعني حتى مفيد للتوتر خاصة إذا كانوا أطفالكم في فترة امتحانات. إذا نسحق الفلفل هذاك الأحمر الكبير، تقطعوه على شكل دوائر بهذا الشكل، يعني على شكل أزهار. نسحق 4 حبات بيض، يعني على حسب العادة تاع ليزانو ولا لي سيرسو تاعكم ليزانو راح ديروهم. نسحقوا جبن مبشور، نسحقوا بقدونس للتزيين، هنا تزيين اختياري. نسحق فلفل كحل، نسحق ملح بيان سور، ونسحق زيت الزيتون. الخطوه الاولى حتشعلوا النار على المقله ديالكم، وراح تحطوا فيها الويل دوليف بيان سور. انا خيرت هنا الويل دوليف، اللي يحب يديرها بالزبده يديرها بالزبده، مي انا نفضل دائما زيت الزيتون. وعلى خليه يسخن شويه بهذا الشكل، ومن بعد تحطوا لانو تاعكم. دونك راح تحطوا لانو تاعكم بهذا الشكل، تخلوه يسخن شويه، وتجيو تو سامبلومون تفرغوا تكسروا حبه تاع البيض لداخل فلانو، تخليوها تنضج. يعني كسرت ولاد الدجاج في زانو تاعي، نحط لهم بيان سور شويه ملح شويه فلفل كحل، نحط شويه ملح مش بزاف، شويه فلفل كحل، تخليهم ينضجوا بهذا الشكل. وعلى باش نسرعوا الطهي تاعهم، تقدروا تغطيوهم هكذا يا بغطيوه باش البيض تاعكم يطيب. دونك لا كويسون سا ديبون، اذا حبيتوهم توجور اذا حبيتوهم سايله دونك قعدوا تعسوهم، حبيت 8 دقائق هكذا كيخرج لكم سايل. حبيتو تخلوه يطيب لكم بيان كيما قلت لكم في الدرنيير فيديو، تخلو حوالي حتى 12 دقيقه. دونك البيض تاعنا راهو او يطيب لو طون لي طيب البيض. نعطيكم استيوس خفيفه على البيض. دونك باش نعرفوا البيضه تاعنا راهي فريش ولا نو، قديمه يعني ولا جديده، تو سامبلومون ناخذوا هكذا اناء نحطوا فيه الماء، ونحطوا فيه الحبه تاع البيض تاعنا. اذا كنتو تشوفوا بالحبه تاع البيض حطت لتحتها، فوالا اذا حطت الحبه تاع البيض تاعكم لتحتها دونك راهي فريشكا جديده. اذا طلعت الحبه تاع البيض يعني في النص دونك قديمه، واذا طلعت كامل يعني شفتوها باللي طلعت كامل تكون تسبح هكذا من الفوق دونك اجوتي يعني ترميوها قديمه. كانت هذه استيوس خفيفه بيسك انا نطيبو في البيض. دونك هاوليك البيض ديالي بعد ما جازو 9 دقائق، انا ما نحبوش طايب بزاف وما نحبوش ثاني سايل بزاف. فوالا دونك افيك اون سباتول تنحيوه بشكل عادي، تحكموا هكا على سباتول تاعكم وتردوه عادي. دونك هاي ديك البيضه ديالي نحيتها بسباتول كما راكم تشوفوا عادي. دونك كي تنحيوها وهي سخونه تحطوا لها الفرماج، هنا فرماج طبعا اختياري اللي يحب الفرماج، وكم ولادنا كامل يحبوا الجبن. وعلى تزينوها بهذا الشكل، يعني هو الطبق شوفوا خفيف 5 يعني ميم با 10 دقائق 12 دقيقه. هذا انا نمدو لهم الصباح مع الفطور تاع الصباح، ياكلوه ميم في الفطور حاجه خفيفه. دونك فيه البروتينات فيه الفيتامينات ولا المعادن تاع الفلفل تاعنا، فيه الجبن فيه المعدنوس تاني اللي صيدليه. فوالا وراح نوريكم كيفاش حنرافق هذا الطبق. هاوليك لانو تاعي تاع البيض لوف كوكوت تاعنا راهو في صحن التقديم.
رفقتو مع دي بات لي فرفاليني، هادو يحبوهم دراري بزاف، جون سالاد ماشي بارده تياد. ورفقتو مع مع سلطه، تعرفوا دائما نجيب لكم الاطباق الصحيه على بالكم ولادنا يسحقوا، يعني في طور النمو يسحقوا بزاف فيتامينات كما قلت لكم، يسحقوا يعني الفيتامينات اللي باش تقوي لهم الذاكره تاعهم الى اخره، خاصه في فتره الامتحانات. دونك نبعدوا شويه على هذيك الاغذيه الغير متوازنه غير صحيه، يعني توسكي لي فريتور اي تو وقليان والاغذيه الغير متوازنه. ونحاولوا يعني نشوفوا والله غير هاد لو بلا كامل سحق لي يعني نص ساعه باش حضرت وجبه صحيه متكامله. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، يعني رابيد خاصه للنساء العاملات. واذا عجبتكم دائما نقول لكم بارطاجيوها مع احبائكم وسيوها جربوها يعني في المنزل لوليداتكم، وصفه بسيطه. واذا عجبتكم دائما كما نقول لكم على الاخير ما تنساوش باش تشجعوا القناه وتلايكيو لا فيديو وتفعلوا الجرس، لانه كاين افكار جد وجميله لاحبائنا دائما كما نقول لكم. وبقوا على خير وتهلاو في روحتكم، ونتلاقاو ان شاء الله في ورشات اخرى ابداعات اخرى. مع السلامه.